الزملكاوية بيقولوا يا رب الأهلي يوصل النهائي ويكسب كاس أفريقيا. والأول مرة الزملكاوية بيشجعوا الأهلي في دوري أبطال أفريقيا مش علشان بيطلعوا كل سنة من دوري المجموعات وقرروا يشجعوا الأهلي مرة، لكن علشان فوز الأهلي السنة دي بكاس أفريقيا هيوصل الزمالك لكأس العالم للأندية. كمل معايا الفيديو للآخر علشان أقولك الزمالك هيروح كأس العالم للأندية إزاي لو الأهلي هو اللي كسب دوري أبطال أفريقيا. بعد ما الأسد الأفريقي علم على التوانسة في أراضيهم وادالهم بدل الجون جونين، والأهلي خلاص على أبواب النهائي وقدم ماتش مستريح قدام الترجي التونسي في القاهرة، وأكيد مستر كولر هيريح اللعيبة لأنه طالع بفرق كبير والترجي محتاج يجيب 4 أجوال في الأهلي علشان يصعد. بس ده طبعاً هيكون صعب جداً على الترجي لأنه بيلعب قدام الأهلي على أرضه ووسط 90,000 أهلاوي بيشجعه، فأكيد مستر كولر هيريح لعيبة الأهلي ومستني يعرف هيقابل مين في النهائي، صن داونز ولا الوداد. الفيفا قالت إن الزمالك هيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في حالتين، تعالوا نعرف إيه هما وإزاي هيشاركوا. الأهلي ضمن خلاص إنه هيشارك في كأس العالم 2025، وده علشان كان بطل العالم للأندية سنة 2021 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. إيه هما بقى الحالتين اللي حطتهم الفيفا علشان الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية؟ تعالوا نشوف هما إيه. الأولى فوزوا بدور أبطال أفريقيا سواء سنة 2023 أو نسخته الـ 24، ودي صعبة شوية على الزمالك في ظل نقص اللعيبة اللي عنده. والحالة التانية لو الأهلي كسب الترجي، والأهلي طبعاً ضامن المكسب ولازم يكسب. اللي هيكسب من ماتش صن داونز والوداد، والأهلي مش صعب عليه علشان عنده نجوم كبار عاملين أرقام كبيرة في دوري الأبطال، ومستر كولر حقيقي متألق مع الأهلي سواء في الأهلي أو دوري الأبطال، وده اللي خلى جمهور الزمالك يشجع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وبكده هيكون الأهلي حقق حلم جمهور كتير من الزملكاوية في الوصول لكأس العالم للأندية، واللي هتعتبر ثاني مرة للزمالك يوصل للكأس العالم للأندية بعد ما وصل في نسخته الـ 2001، واللي بيعتبر أول فريق عربي ومصري يوصل لكأس العالم للأندية من أول ما البطولة اتعملت في سنة 90. بس الحقيقة يعني إن الزمالك كان حظه وحش شوية في 2001 بسبب إن الشركة المنظمة للبطولة فلست في الوقت ده، ولو الأهلي كسب دوري أبطال أفريقيا السنة دي الزمالك هيكون أول مرة يلعب في كأس العالم للأندية بشكل رسمي. فلو أنت زملكاوي ادعي للأهلي يكسب، ولو أنت أهلاوي ما توقفش تشجيع.